اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئات: مسلحون يختالون رئيس قسم التخطيط في صحه كركوك. تصفحوا في المدى: ضغوط تركن التحقيق في مجزرة سباكر، و47 ضابطا متهما يتوارون عن الأنظار. في موقع كتابات نقرأ تحت عنوان: مخاوف من إعادة التحالفات السياسية الجديدة، العراق إلى مربع المحاصصة الطائفية الأول. ونطالع في الجزيرة نت من رويترز: قوات يمنية مدعومة إماراتيا تدخل مطار الحديدة. نتصفح في العربي الجديد: ترامب وسياسة اللجوء والهجرة خدمة أجندة العنصرين والعنصريين بالأحرى وحملة المعارضة. ونطالع في القدس العربي: غوتريش لمجلس الأمن: استمرار الأوضاع الحالية في غزة ينذر بنشوب حرب. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: انتشار تركي أمريكي على خط التماس في منبج. أهلا بكم. جاء خبر تحالف رجل الدين العراقي مقتدى الصدر مع الزعيم الفعلي للحشد الشعبي العراقي هادي العامري الأسبوع الماضي ليضرب آمال من كان يطمح لإخراج العراق من الاستفافات الطائفية المقيتة. هذا التحالف يقلب توقعات كثيرين فيما يخص نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة، فخلال الحملة الانتخابية كانت لائحة سائرون التي يقودها الصدر مع تحالف من الفئات العراقية المختلفة تنادي بالوقوف مع الدولة المدنية ورفض حمل السلاح خارج إطار الدولة، ما يتنافى مع ما تمثله لائحة الفتح التي تضم فصائل من الحشد الشعبي والتي ترفض فكرة تسليم السلاح، وإنما تنادي بإبقاء قوة الحشد الشعبي. كما أن الفتح هي بشكل كبير مكونة من أحزاب شيعية إسلامية مقربة من إيران لا تدعو إلى الدولة المدنية، بحسب الكاتبة مينا العرابي في مقال بصحيفة الشرق الأوسط. كثيرون عاتبوا وآخرون سخروا ممن عبر عن تفاؤل حذر من قدرة الصدر على قلب موازين الحكم في العراق، ولكن من حق العراقيين أن يأملوا وأن يبحثوا عن فرص للخروج من حالة الاضطراب التي نتجت عن الاستفاف الطائفي في البلاد. فهذا التخندق الطائفي لا يعكس الواقع الاجتماعي الحقيقي، بل يعكس الواقع السياسي الذي خلفته حرب عام 2003 ومن استفاد من وضع أسس النظام السياسي الجديد للعراق. في الواقع من الصعب على كثير من المستقلين والتكنوقراط المشاركة في حكومة ذات توجه طائفي، وهذه هي المشكلة التي حالت دون انخراط كثير من الكفاءات العراقية في الحكومات السابقة وكأنها حلقة مفرغة. الساسة يطالبون بتكنوقراط ويعتبرون على من يبقى خارج دائرة الحكم، ولكن من يشترك في الحكومة يخشى من أن يجرد من الهوية المهنية وتتم تزكيته من أحد الأحزاب المبنية على اعتبارات طائفية أو إثنية. فما الحل؟ ما المخرج للحد من تسييس الدين والطائفة؟ هناك عدة خطوات يبقى العراق في حاجة ماسة إليها، على رأسها إقرار الساسة والمتنفذين في العراق أن المحاصصة الطائفية والانقسامات المذهبية والإثنية ستمنع البلد من التقدم مهما كان، ولن تسمح له بالخروج من حلقة الأزمات. كما أن العراق بحاجة ماسة إلى معارضة فعالة تستطيع طرح الحلول البديلة بجدية تامة. إحدى مشكلات العراق اليوم انعدام معارضة فعالة لا تحمل السلاح، وحمل السلاح لا يؤدي إلا إلى الضرر بالشعب والدولة، وهناك حاجة لنمو وتعزيز نهج خدمة الشعب في صلب العمل العام بدلا من المصالح الحزبية أو الشخصية بحسب الكاتبة. في عالم الإنتاج اليومي للأخبار وحملة تسويقها إلى الجمهور، لم يعد كون الانتخابات مزورة فقط،
أمرا مهما رغم اعتراف الجميع بذلك، كما لم تعد محاولات مسح آثار التزوير عن طريق حرق مركز وأجهزة الاقتراع أمرا مهما كذلك. ما بات مهما هو ترسيخ تحالفات ما بعد الانتخابات لتكون طبق الأصل لما كانت. المهم أيضا التغطية الإعلامية بأن هناك عملية ديمقراطية تدعى بالانتخابات صرفت عليها ملايين الدولارات لتتباهى بها الدول التي احتلت البلد بحجة حماية أمنها بحسب الكاتبة هيفاء زنقنة في مقال لها بصحيفة القدس العربية. وإذا كان الشعب العراقي هو الخاسر الأول في ملهاة استنزفت أموالاً كان بالإمكان صرفها لتوفير بعض الخدمات الأساسية للمسحوقين من أبناء الشعب، فإن الخاسر الثاني حسب ردود الأفعال الإعلامية والرسائل المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس الأحزاب التي تدعي تمثيل السنة مثلاً وهي المتنافسة الرئيسية، بل الحزب الشيوعي كخاسر أكبر. وهنا المفارقة، وتزداد المفارقة حدة حين ندرك بأنه حزب موجود ضمن القائمة الفائزة بالانتخابات. فما معنى الخسارة هنا؟ معظم التعليقات الموجودة على عديد المواقع مشحونة بمشاعر متناقضة تجمع بين الألم وخيبة الأمل والغضب والتبريع وبعض التشفي. وتضيف الكاتبة أن النقاشات الجادة الدائرة على صفحات التواصل الاجتماعي مهمة وضرورية، خاصة حين يتم تناولها بالنقد البناء، حيث هي سيرورة وسيرورة ومسارات الأحزاب التقليدية المعروفة بنضالها في حقبة التحرر الوطني، ولكن في الوقت نفسه هيكليتها وبيروقراطيتها وتبعيتها أحيانا إنه كسر لحواجز السكوت المبنية على التخويف والتهديد بعدم الوفاء والخيانة. فأصبحت الأحزاب تدار من قبل حلقة مغلقة من أشخاص يغذون وجودهم بادعاءات تمثيلهم للجماهير وتضخيم أرقام أعضائهم وأنصارهم وضحاياهم. فمن منا يعرف مثلا عدد أعضاء الحزب الشيوعي أو حزب البعث أو الدعوة اليوم؟ هذا سؤال مهم. هل من إحصائيات عن عدد أعضاء أي حزب لندرك حجمه الحقيقي ومدى تمثيله وتأثيره للجماهير وبالتالي قدرته على إحداث تغيير بعيدا عن الرطانة باستوديوهات التلفزيون المختلفة؟ مخاوف من إعادة التحالفات السياسية الجديدة، مخاوف من إعادة العراق إلى مربع المحاصصة الطائفية الأول، هكذا جاء عنوان نشره موقع الكتابات، إذ ترك إعلان تحالف سائرون الذي يقوده سياسيا بارزا وهو زعيم التيار الصدري مقتصر وتحالف الفتح بقيادة زعيم منظمة بدر والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، ترك تساؤلات كثيرة عن من أن يعود هذا التحالف بالعراق إلى مربع المحاصصة والطائفية السياسية الأول والتي لم تجلب للبلاد إلا مزيدا من التراجع. ترك إعلان تحالف سائرون الذي يقوده سياسيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف الفتح بقيادة زعيم منظمة بدر والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري تساؤلات كثيرة، من أن يعود هذا التحالف بالعراق إلى مربع المحاصصة والطائفية السياسية الأولى والتي لم تجلب للبلاد إلا مزيدا من التراجع. وقد نرى قريبا إن بقت الأمور تسير بهذا الاتجاه لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان الإعلان عن تحالف سني وآخر كردي لترتيب الأوضاع ضمن الطائفة والقومية. ورغم التطمينات المعلنة من الطرفين بشكل خاص والمؤيدون لهذا التوجه بشكل عام، إلا أن الشارع العراقي بات يخشى بشكل واضح أن تكون كل هذه مجرد مواقف معلنة، وما خفي أخطر وأعظم في ظل الأخبار المؤكدة من أن التأثير الإقليمي وخاصة الإيراني بشكل خاص له آذان صاغية وخطوات تنفيذ لعودة التحالف الشيعي إلى مساره القديم، وما تم من مواقف وتصريحات سابقة إلا هي دعايات انتخابية لكسب الأصوات وبعدها ترجع ريمة لعادتها القديمة. ورغم موقف الشارع العراقي المعبر عن رفضه للبناء الخاطئ للعملية السياسية والتي بانت ملامحها الواضحة بالعزوف الواضح بالمشاركة بالانتخابات، لأن حسب رأيه هو استنساخ جديد لعودة نفس الوجوه، إلا أن هذه الوجوه لا زالت
تعزف على وتر المحاصصة، وما قالته سابقا كلام لكسب الود ولفترة قصيرة ووجيزة. يتجه أكثر من 56 مليون ناخب تركي يوم الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة ذات الحسابات الهامة والمعقدة، والتي بدأت أولى فصولها اليوم الأولى قبل أيام بالأحرى بتصويت أتراك المهجر في الممثليات الدبلوماسية، حيث تختلف هذه الانتخابات عن كافة المنافسات التي خاضها حزب العدالة والتنمية منذ 2002، و تفوقها أهمية وحساسية من حيث السياق والانعكاسات، كما من حيث المشاركون والتوقعات على حد سواء. فتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية يزيد من أهمية النتيجة ويضيق هامش المراجعة والاستدراك، كما بدأ سريان النظام الرئاسي معها يحمل متغيرات وتأثيرات على تركيا ونظامها السياسي وسياساتها الداخلية والخارجية أيضا. سعيد الحاج يكتب عن انعكاسات الانتخابات التركية في مقال له نشره موقع الجزيرة نت. بلغة الأرقام والنتائج، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقوى المرشحين الرئاسيين، قادر على الحسم من الجولة الأولى في ظل ضعف المنافسين النسبي وغياب مؤشرات قوية على تراجع مهم في شعبيته. منذ انتخابات 2014 التي حصل فيها على 52% من الأصوات، لكن تأخر الحسم إلى جولة الإعادة لن يكون مفاجأة كبيرة أيضا بسبب عدد المرشحين الكبير وبعض المتغيرات في مزاج الناخب التركي وعدم توقع فوز أردوغان بنسبة مريحة، حيث تعطيه معظم استطلاعات الرأي شبه المهنية نسبة تتراوح بين 47 إلى 53% من الأصوات. جولة الإعادة إن حصلت ستجمع بين أردوغان وإنجا، الأمر الذي سينتج عنه تصويت شبه إيديولوجي سيكسب فيه أردوغان أصوات الإسلاميين والمحافظين وبعض القوميين خصوصا أنصار حزب السعادة، بينما إن جمعته الإعادة مع أكشنر القومية فإن معظم أصوات الأكراد ستتجه إليه، وفي كلتا الحالتين سيكون قادرا على الفوز بالرئاسة. في الخلاصة، تركيا تدخل مع الانتخابات المقبلة تجربة جديدة كليا ومختلفة جذريا عن تلك الحالية، وهي تجربة سيبلور ملامحها وأبرز لاعبيها الناخب التركي هو نفسه في يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث يبقى هو صاحب القرار الأول والأخير في صياغة المؤسسات التركية وأسماء قيادتها ومن خلال صناديق الاقتراع. لم يدخل النازحون السوريون إلى لبنان حبا بأرضه واختيار السكن في خيم تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة ولا تليق بالبشر، بل أجبرهم نظام دمشق على الهجرة وإذلالهم في المنافي، سواء كان في لبنان أم في الأردن وتركيا أو سائر أقطار الأرض. افتخر النظام أكثر من مرة بأن هذا التهجير كان ضروريا لخلق تجانس اجتماعي في سوريا وتغيير ديموغرافي يحتاجه النظام للإمساك بالبلد على قاعدة من الهوية المذهبية الصافية. لذا كان الرئيس السوري صريحا بأن عودة هذه الكتل البشرية ذات الهوية الطائفية المحددة غير مرغوب فيها. لم يكتفي النظام حقيقة فقط بالتهجير القسري، بل تعاون مع قوى لبنانية لا تزال تدين بالولاء له على خطف عناصر يعتبرها معادية له وإرسالها إلى السجون السورية، بحسب الكاتب خالد غزال في مقال بصحيفة الحياة. تزداد الوقاحة اللبنانية الرسمية عندما ترتفع أصوات على أعلى المستويات تحمل النازحين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية المستفحلة والانهيار الاقتصادي المتوقع، ويذهب كثيرون إلى تحميلهم مسؤولية ارتفاع الدين العام في بلد مثل لبنان. لا تخفى الأسباب الحقيقية لكل أزمة معلنة، والتبيان الحقيقي منها والمزيف في الأزمة الراهنة والتي افتتحها العهد بوزرائه يكمن الحقيقي فيها في السعي إلى التغطية على الفضائح التي يغرق بها العهد منذ مجيئه، من فضائح بواخر الكهرباء
إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والحد من أزماتها، إلى المشكلات البيئية، إلى فضائح التهريب والرشا، وصولاً إلى فضيحة الفضائح المتعلقة بمرسوم التجنيس الذي تفوح منه روائح الرشا الضخمة التي دفعت لتجنيس أشخاص ملوثون بالملفات القضائية والسرقة والنهب. يضاف إلى ذلك تخبط الحكم، رئاسة وحكومة في الصراعات على المحاصصات الطائفية وعلى اقتسام كعكة السلطة. لم تكن المرة الأولى التي يثار فيها موضوع النازحين وضرورة عودتهم إلى بلادهم، ولم يكن النقاش اللبناني يتسم بالموضوعية والمصلحة الوطنية، بل كان دوما خاضعا لمصالح سياسية محلية وأغراض يمكن القول عنها إنها دنيئة. والقوى اللبنانية جاهزة لهذه الوصاية، مستعدة أو بالأحرى كما يقول الكاتب متعددة وعلى استعداد تام لوضع خدمتها، ويأتي في رأس هذه القوى العهد ووزراؤه ونوابه بحسب الكاتب. إذا كانت مرحلة الحرب هي مرحلة الوحدة والانسجام بين الحلفاء، فإن مرحلة السياسة هي مرحلة الخلافات والتباينات. هذه قاعدة أساسية في العلاقات الدولية، ومن هنا يمكن فهم انتقال الخلافات الروسية الإيرانية في سوريا من القوة إلى الفعل، وانتقال روسيا وإيران من مرحلة الصمت والسكوت والسكون إلى مرحلة العلن والتصرف، إذ تعلن موسكو صراحة ضرورة خروج إيران والقوات التابعة لها من سوريا، على الرغم من المحاولات الروسية اللاحقة لتهذيب تصريحات الكرملين. وهكذا يرتفع منسوب الرد الإيراني بحسب الكاتب حسين عبد العزيز في مقال له بصحيفة العربي الجديد. ليس لدى موسكو القدرة على إرغام إيران الخروج من سوريا ولا الحد من قوة إيران داخل الجغرافيا السورية. الروسي فلاديمير بوتين ومن ثم تفسيرات مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكساندر لافرنتييف تبدو موجهة إلى واشنطن أكثر مما هي إلى طهران، والسبب أنه ليس لدى موسكو القدرة على إرغام إيران عن الخروج من سوريا ولا الحد من قوة إيران داخل الجغرافيا السورية. يفرض هذا الوقع على موسكو اتباع سياسة الخطوة خطوة لتقليص الدور الإيراني في سوريا، مع ما يتطلبه ذلك من ترتيب بعض الملفات بين القوى الإقليمية، بحيث تكون مقدمة لخطوات لاحقة لا تخرج عن ذلك التفاهمات المعلنة بين روسيا وإسرائيل حيال الجولان، وكذلك التفاهمات المضمرة بين روسيا والولايات المتحدة حيال درعا، ولا يخرج عن ذلك أيضا إلغاء موسكو تسليم دمشق منظومة الصواريخ S-300. الكاتب يضيف: يعقد هذا الوضع جهود روسيا حيال إيران ويربكها في ظل عدم استجابة النظام السوري للمطالب الروسية، وهو الذي بحاجة إلى روسيا أكثر من إيران سياسيا، لكنه بحاجة إلى إيران أكثر اقتصاديا، والأهم أن النظام يستفيد من بعض التباينات بين موسكو وبين طهران، فمثل هذه التباينات تعطيه هامشا من المناورة للاستفادة من الطرفين أكثر مما ينبغي، وهو يفضل وجود قوتين داعمتين له أكثر من قوة واحدة، لأنه عند ذلك سيصبح أسيرا لها. بعيدا عن السياسة، تستعد اليابان وأوروبا لإطلاق مسباري فضاء إلى كوكب عطارد في إطار مهمة مشتركة أطلق عليها اسم بيبي كولومبو لاستكشاف أصغر كواكب المجموعات الشمسية وأقربها إلى الشمس. ومن المقرر أن ينطلق المسباران من غويانا على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية على متن الصاروخ أريان 5 في أكتوبر تشرين الأول المقبل. وما يزال الغموض يلف كوكب عطارد الذي يبلغ قطره 4880 كيلومترا، وحجمه بمثل خمسي حجم الأرض، وذلك لأنه من الصعب جدا مراقبته أو الوصول إليه بمسبارات من الأرض، حيث عثر العلماء في السنوات الأخيرة على كواكب عرضية خارج النظام الشمسي تشبه عطارد في أنها تدور على مقربة من نجومها. ومن المتوقع أن يساهم فهم أفضل لعطارد في البحث عن إمكانية وجود حياة على كواكب خارج النظام الشمسي.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.